إذا لدينا اتفاق الآن بعدما أعلنت الدوحة بوساطة قطرية فرنسية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، اتفق الطرفان حتى لو كان على الدواء، إنما اتفقا. وهنا بالتأكيد إن من طلب إدخال الدواء للمحتجزين بالتأكيد هو الجانب الإسرائيلي، وبالتالي طلبت فلسطين أو طلبت حماس مطالب فتمت الموافقة عليها. هل توافق على ما أقوله؟ نعم، التحية لك والمتابعين الكرام. وهذا ربما هو يعني من القضايا الفارقة عندما يعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يرغب في أن يكون هناك نظاما سياسيا أو إداريا فلسطينيا، سواء فتحستان أو حمستان. والآن إسرائيل هي في كل محطة وفي كل خطوة من الخطوات هي تذهب للتفاوض وتجبر للتفاوض مع المقاومة الفلسطينية أو حركة حماس، وتذهب لعقد اتفاقيات معها سواء فيما يتعلق في موضوع إدخال الدواء كما في هذه المرحلة، أو كما جرى في السابق في عمليات التبادل خلال الهدنة المؤقتة. وبالتالي هذا الأمر ربما هو يعزز قضية مهمة جدا، أن القناعات الإسرائيلية يبدو أنها باتت واضحة جدا، أنه لا يمكن القضاء على أن يكون هناك وجودا فلسطينيا بالمعنى الشامل وبحركة حماس بشكل خاص في الحالة الفلسطينية، وأن الهدف الأساسي الذي وضع لهذا الحرب الإسرائيليون أو الاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته لم يعد قادرا على إثبات هذا الأمر. وبالتالي أنا باعتقادي كما تفضل، نعم هناك اتفاق وهناك طلب واضح جدا، وربما هذا الطلب الواضح جدا من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقد يكون هو من سعى له بشكل مباشر لمحاولة امتصاص الغضب أولا المتصاعد داخل المجتمع الإسرائيلي والضغوط التي باتت تمارس بشكل مباشر على مجلس الحرب وبنيامين نتنياهو شخصيا، والأمر الثاني ربما لمحاولة تخفيف الصورة التي بدأت قاتمة جدا لصورة إسرائيل أمام العالم ككل وآخرها أمام المحكمة الدولية. وبالتالي نحن الآن نتحدث عن محاولة إسرائيلية للبحث عن مسارات أخرى من خلالها تعيد رسم أو تعيد الرواية أو ربما تعيد الأهداف المرحلية لهذه الحرب. كل هذا الأمر ربما أيضا يشي إلى قضية مهمة، وهو أنه مقابل المحاولات الإسرائيلية هناك صمود فلسطيني، والتقرير الذي عرضتموه قبل قليل يوضح كيف أن الإرادة الفلسطينية هي التي تصنع المستحيلات وتصنع المعجزات في ظل عدم قدرة أي طرف من الأطراف الإقليمية أو الدولية أن يساند الفلسطينيين، وبقوا وحيدين هم في الساحة يناورون بالأوراق التي يمتلكونها ويفاوضون على الدواء وعلى الغذاء وحتى على الهواء الاحتلال الإسرائيلي بأقل شيء يمتلكونه بين أيديه. نعم، إنما في نهاية المطاف سيد سليمان، وافقت إسرائيل كما قلت حضرتك على التفاوض مع حماس، وافقت على الموافقة على طلبات حماس، بمعنى أنها طلبت باختصار إسرائيل من الدوحة وفرنسا أن يتم إدخال هذا الدواء إلى المحتجزين لديها أو محتجزيها يعني في القطاع. طلبت حماس في المقابل أن يدخل دواء وتدخل مساعدات إنسانية للمدنيين، وافقت إسرائيل. وهنا السؤال، هل نحن ربما أمام مرحلة ما، يعني هل ستأخذنا دبلوماسية الدواء أو صفقة الدواء إلى صفقة أوسع وأشمل؟ نعم، وهذا هو السؤال المهم والجوهري الذي يطرح الآن. ما الذي سيبنى على هذه الخطوة؟ هل هي خطوة حسن نية كما يقال في المفاوضات أبداها كل طرف من الأطراف لمحاولة إعادة المياه إلى مجاريها والعودة إلى الحديث عن المبادرات التي طرحها الوسطاء سواء الوسيط المصري أو القطري أو المباحثات التي كانت تجري ما قبل عملية اغتيال الشيخ صالح العاروري؟ وهل نحن الآن بثنا فعليا على مرحلة أخرى تتشكل، تبدأ في مرحلة الدواء ثم الحديث ربما عن هدنة ربما إنسانية، ربما يكون وقف للقتال، ربما يكون انسحاب، ربما يكون إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؟ والغريب في الأمر واللافت أستاذ محمود هو أن فرنسا هي تدخل أيضا على الخط هذه المرة، وهذا الأمر ربما يعطي إضافة ويعطي وزنا سياسيا لهذه التحركات. في الولايات كانت في البداية الولايات المتحدة الأمريكية والدوحة ومصر، والآن فرنسا تدخل على هذا الخط أيضا. هذا يعطي بعدا دوليا إضافيا، وبالتالي يعطي مؤشرا إلى أن هناك اهتمام دولي في إمكانية الذهاب إلى حل هذه الأزمة، أو على أقل تقدير خفض مستوى هذه الأزمة ليكون هناك ربما
البحث في مسارات أخرى. كل هذا الأمر إذا أردنا أن نربطه قد نربطه بالجولة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي بيل كلينتون، وعندها قلنا عبر شاشتكم الكريمة أنه ربما هناك مشروع، نعم هناك ربما يكون مشروع سياسي شامل يتعلق ويتم البحث عن مخارج له وتخريجات له في الوقت الحالي، ربما يبدأ كما قلنا في هذه الصفقة، صفقة الدواء، ثم يبدأ يتبلور ويتدرج شيئا فشيئا وصولا إلى وقف هذه الحرب وعملية التبادل الأسرى، طيب، ومن ثم عملية الوضع الرؤية السياسية المستقبلية. طيب، ولكننا كذلك يا سيد سليمان نستطيع أن نروي للجميع الآن كيف بدأت هذه الحرب، هذه المواجهة، كيف بدأت، ما هي أسبابها، ما الذي أوصلنا إليها، نستطيع ذلك بسهولة يعني. إنما هل نستطيع أن نتحدث عن كيف ستنتهي هذه الحرب، على أي هيئة، بأي شرط، يعني بأي حال؟ لا أدري. نعم، يعني ربما تابعنا منذ اليوم الأول، وكما تفضلت أستاذ محمد فيما يتعلق أن هذه الحرب بدأت ضمن أجواء وضمن ربما فواعل وضمن عوامل متعددة، ومن بدأها هذه المرة كانت المقاومة الفلسطينية صاحبة الكلمة الأولى فيها، وهذا كما قلنا هي أربكة الحسابات الإسرائيلية. وبالمناسبة البداية هي ما يعكس لماذا النهاية حتى هذه اللحظة لم تتبلور بشكل نهائي. نفسر ذلك بشكل واضح جدا، أن الاحتلال الإسرائيلي هو دائما كان يتعود أن يبدأ الحروب وينهيها كما يريد، لكنه في الحالة الفلسطينية وفي الحالة الحالية مع المقاومة الفلسطينية هو لم تكن له نقطة البداية، وبالتالي يخشى أيضا أن لا تكون له نقطة النهاية. وهذا الأمر هو يؤثر على مفهوم الدولة والكيان الإسرائيلي كدولة أولا، وثانيا على المفهوم القومي والقاعدة الأمنية، عفوا المفهوم العقد الأمني والقاعدة الأمنية التي قام عليها الاحتلال الإسرائيلي، أنه صاحب الضربات الخاطفة، صاحب الضربات السريعة، صاحب الحروب القصيرة، وبالتالي هذا ربما يشكل إشكالا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. إذن إسرائيل الآن هي ما زالت تبحث عن طريقة تكون لها الكلمة النهائية في وقف هذه الحرب، ولهذا السبب جميع الأطروحات الإسرائيلية وجميع الخطابات الإسرائيلية هم لا يريدون أن يتحدثوا إلا بلغة واحدة، أن الحرب مستمرة ولا وقف لهذه الحرب. هذا الأمر إن أرادوا به شيئا فهم يريدون من خلاله أن يعززوا قضية أن الدولة أو أركان الدولة أو مفهوم العقيدة الأمنية هي راسخة وموجودة، وبالتالي يمكن أن تتحقق دورها في المستقبل. لكن هذا الشيء ما زالت تفتقده إسرائيل في درجة مهمة، وهي أن الميدان ما زال متحركا، وما دام الميدان ما زال متحركا قد يحمل الكثير من المتغيرات في شكل كبير جدا. هذا من نقطة. والنقطة الأخرى، هناك ورقة كبيرة وهي ملف الأسرى. ملف الأسرى الإسرائيليين في هذه المرحلة هو مختلف كليا عن كل المراحل السابقة. هناك عدد، هناك نوعية، هناك مستويات، هناك اهتمامات، وهناك تداخلات دولية. حتى الولايات المتحدة الأمريكية لديها ممن يحملون الجنسية الأمريكية المزدوجة من بين الأسرى، وبالتالي هناك تداعيات وامتدادات دولية لهذا الملف. هذا الأمر يربك الحسابات الإسرائيلية ويجعلهم يخشون من الحديث في اليوم التالي لهذه الحرب، لأنهم يدركون أن اللحظة الأولى التي سيعلن فيها وقف الحرب ستكون هناك الأنظار موجهة إلى من رفع الراية البيضاء أولا، وهذا هو ما لا تريده إسرائيل في الوقت الحالي، سواء على المنظومة العسكرية وهو الجيش الإسرائيلي الذي كان يقدم نفسه أنه الجيش الذي لا يقهر والذي لا ينزل عند أي مستوى من المستويات، أو سواء على المستوى السياسي أيضا الذي يرى أن في هذه الحرب إما تحقيقا للذات بشكل مباشر أو تحقيقا للمستقبل السياسي، وكلهما عوامل باعتقادي باتت جد ضرورية وجد مهمة. وبالتالي نحن الآن باعتقادي التوصيف الدقيق في هذه الجزئية، الجميع يحاول إدارة هذه المرحلة أو إدارة هذه الحرب وصولا للحظة الحاسمة. طيب، الآن معاريف يا سيد سليمان تحذر علنا جهارا نهارا رئيس الوزراء نتنياهو من صدام مباشر مع البيت الأبيض، وتقول له الصحيفة الأشهر في إسرائيل ربما إن تجنب الآن أي صدام مع بايدن، وافق على طلباته،
تذكر أن آخر اتصال تم بينكما كان قبل أكثر من 20 يوما، كان في 23 من ديسمبر الماضي. احذر تماما من أن يفقد الأمريكان صبرهم معك. أريد منك تعقيبا على ما جاء في معاريف. نعم، ما جاء في معاريف، وحتى ليس فقط في معاريف، وما جاء في كثير من التصريحات والمواقف سواء من هيئة الأركان الإسرائيلية، عندما يتحدث في هيئة الأركان أن ما تم تحقيقه في الميدان من أهداف الآن يضيع في السياسة، وهذا ربما هو أحد الإشكاليات عندما يتم الحديث أيضا في طبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. أنا باعتقادي يمكن أن ينعكس الأمر على قضيتين. القضية الأولى أن الواقع الإداري السياسي للاحتلال الإسرائيلي داخل إسرائيل، سواء داخل مجلس الحرب المصغر أو داخل الكابينت أو داخل الحكومة الموسعة، أو حتى في العلاقة التي تربط ما بين المعارضة والمجتمع وما بين الحكومة كلها، هناك بات الحديث وكأنه هناك مجموعة من الحكومات داخل إسرائيل، ولم يعد هناك مفهوما لحكومة واحدة تدير هذه المرحلة. هناك حكومة تتلخص في شخصية بنيامين نتنياهو، هناك حكومة تتلخص في اليمين المتطرف، هناك حكومة تتلخص في الجيش لوحده والأجهزة الأمنية، هناك حكومة تتلخص في المعارضة التقليدية اللبيد وغيره من الأطراف، وهناك حكومة تتلخص داخل المجلس الحرب بذاته، جانتس وأزجنوت لوحدهما يشكل حكومة، وبنيامين نتنياهو وجانت يشكلون وكأنهم حكومة. وبالتالي هذا التعددية في عدم قدرة محورية الموقف الإسرائيلي هي في طبيعة الحال تخلق إشكالية في التعامل مع الإدارة الأمريكية. وبالمناسبة الإدارة الأمريكية على الرغم من أنها هي أيضا أعطت الضوء الأخضر والغطاء السياسي والدبلوماسي والدعم العسكري لهذه الحرب، إلا أنها في نهاية المطاف لديها الكثير من القراءات ولديها الكثير من المنطلقات والمصالح التي يمكن من خلالها أن تعزز مفهوم عدم الذهاب وتطوير هذه الحرب لتصبح حربا إقليمية. وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية، أن تكون إسرائيل وبالتحديد بنيامين نتنياهو أو الجيش الإسرائيلي يتلاعبون بمصير طيب. الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. هذه نقطة واجهة للغاية، ولكنها يا سيد سليمان حينها ستكون النهاية. إذا ما رفعت اليد الأمريكية عن إسرائيل حينها ستكون النهاية أعتقد، صحيح؟ نعم، ولهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن ترفع يدها بالشكل العلني عن إسرائيل، لأنها في نهاية المطاف هذا الكيان وهذه الدولة هي من صناعة الغرب وصناعة الولايات المتحدة الأمريكية، وتم الاستثمار بها لتكون قاعدة أمنية عسكرية جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تحقق الأهداف السياسية للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي تذهب إلى لغة النصح ولغة ربما الاسترشاد والتوجيه، علها لا تريد أن تكسر الهيمنة أو هيمة الدولة والكيان، وهي تريد أن تحافظ على هذا المكان الموجود. لكنها في لحظة معينة، وهذه ربما يعني أريد أن أوجز بها، في لحظة معينة قد تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى تمثيل الضغوط أو فرض ضغوط قد تكون مباشرة أو غير مباشرة للذهاب إلى النقطة الحاسمة، إذا ما رأت أن النقطة أو أن اللحظة الحاسمة قد حانت في ذلك الوقت. طيب، على ذكرك الولايات المتحدة سيد سليمان، الكل يتهم أمريكا، الكل يتهم أمريكا بأنها هي من تمد إسرائيل بالسلاح، هي من ترعى هذه الحرب، الكل يتهمها بأنها شريك في هذه الإبادة الجماعية وهكذا، صحيح؟ بينما لم يتقدم أحد إلى العدل الدولية مثلا باتهام أمريكا، حتى جنوب إفريقيا بالمناسبة. نعم، وهذا ربما هو بيت القصيد في كل هذه العلاقة، الهيمنة الأمريكية على العالم ككل في النظام السياسي الذي هو ذو القطب الواحد ولم يعد متعدد الأقطاب ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، قد يكون هو بيت القصيد بما تفضلت به، أن النظم السياسية الإقليمية والدولية هي جميعها باتت مرتهنة ومربوطة في الإرادة وفي القرار السياسي الأمريكي بشكل مباشر. هذا من جانب. الجانب الآخر، الولايات المتحدة الأمريكية لديها من الذكاء والدهاء السياسي ما يجعلها تستخدم الأطراف والدول الأخرى كأدوات لها ولا تذهب هي بشكل مباشر. إذا ما لاحظت إلى طبيعة الحروب التي تجري والصراعات
التي جرت في العالم ككل، والولايات المتحدة الأمريكية كانت طرفا بها. هي الولايات المتحدة الأمريكية لم تذهب للانخراط بها إلا في لحظات حاسمة. على سبيل المثال الحرب الأوكرانية الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الحرب بشكل واضح وفاضح وكل التفاصيل وتمدها، لكنها تضع في المقدمة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في المقدمة الحرب، وكأنها تبقى هي في الباحة الخلفية لهذه الحرب. الحروب الأخرى التي جرت في المنطقة العربية من حرب العراق واليمن وغير ذلك، في بداية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى منفردة حتى لا تتحمل الوزر الكامل لأي شيء. حتى فيما يتعلق بالبحر الأحمر والتجارة في البحر الأحمر، لم تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ الضربات، بينما ذهبت إلى أولا تشكيل حلف الازدهار كما أطلق عليه، ومن ثم ذهبت إلى ضربات بالشراكة مع دول أخرى، وأعلنت مباشرة أن هناك دولا باركت أو شاركت ولكنها لم تشارك بشكل مباشر. الولايات المتحدة الأمريكية هي دائما تقدم نفسها على أنها هي رأس الهرم السياسي، ولا تقدم نفسها أنها الأدوات المباشرة. وهذا ربما هو ما يجعل أولا الموقف السياسي والسيادي للولايات المتحدة الأمريكية هو ذو تأثير كبير في المنطقة. الأمر الآخر هو يخلصها ويحميها من الانتقاد المباشر، وأيضا فيما يتعلق بالمحاكم الجنائية. لكن دعني يعني أشير إلى نقطة في هذا الإطار، أنه إن تم فعلا إدانة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية أو في المحكمة العدل الدولية عفوا، إن تم إدانة إسرائيل فعليا وإن لم يكن هناك دور للضغوط السياسية التي قد تمارس على المحكمة أو أطرافها أو القضاة فيها، ربما الأصل يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية نوع من الإدانة، وإن كان غير مباشرا، خصوصا أنها هي من تمد إسرائيل بصفقات السلاح. هذا الأمر لا يجعلنا ننسى قضية مهمة أستاذ محمد، وهي تتعلق في أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن نجحت في إدارة الحروب والصراعات، إلا أنها بدأت تخسر في مجال السياسة والدبلوماسية، وهذا واضح جدا كما قلت أولا في مجلس الأمن وكيف ظهورها وبروزها. أيضا النقطة الأخرى، كيف أصبحت هناك دول أخرى كالصين وروسيا تبرز أكثر في البعد الدبلوماسي. والنقطة الثالثة، أنها حتى في حلف البحر الأحمر وحلف الازدهار لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقنع جميع الدول أن تكون شريكا لها في الضربات على أنصار الله. الآن يا سيد سليمان، داخل إسرائيل الصحف تتحدث كثيرا عن فشل عسكري، وهنا أنا حريص للغاية ألا نهول الأمر. يعني نعلم أن جيش إسرائيل جيش قوي، نعلم ذلك، يعني نعلم أن صعب على فصيل مقاوم أن يدحر جيشا كجيش إسرائيل، نعلم ذلك أيضا. إنما ربما لم يكن يعلم جيش إسرائيل مستوى الصمود لدى المواطن، لدى المواطن العادي في غزة، ربما ذلك. على أي حال، صحف إسرائيل الآن تتحدث كثيرا عن فشل العملية العسكرية، فشل الوصول إلى قادة حماس، فشل العثور على المحتجزين وهكذا. بينما شاؤول موفاز ربما سيشكل لجنة التحقيق، لجنة التحقيق في أسباب هذا الفشل، بدأ الأمر يتطور يعني. والسؤال الآن يا سيد سليمان، لم تعترف إسرائيل يوما بهزيمة. حين خرجت من لبنان قالت انسحبت، يعني تلقائيا لعدم جدوى من بقائي في 73 بالمناسبة، ربما تقر بنجاح المصريين في العبور، إنما ربما لا تقر بالهزيمة يعني العسكرية. وبالتالي لا أدري كيف ستعلن نهاية هذه الحرب برأيك. نعم، وهذا ربما هو ما يطرح السيناريوهات المجنونة كما يقال في هذه الحرب بالتحديد، لأن بدايتها ولأن تفاصيلها وعمرها الزمني وكل أحداثياتها تختلف عن باقي الحروب والنزاعات التي خاضتها إسرائيل مع الكثير، سواء مع الدول أو مع حركات التحرر. وهو ربما الآن الذي يصعب على إسرائيل كيفية البحث عن آلية. وربما إذا ما عدنا قليلا إلى كيفية أن بعض الأطروحات التي كانت تقدم ويتم الحديث عنها في الآونة الأخيرة، إسرائيل دائما تركز على موضوع الذهاب إلى هدن، وهي لا تريد أن تسمي أن هناك عملية وقف للحرب أو قرارا بوقف الحرب، لأن الهدنة تعطي غطاء للدولة أو للاحتلال الإسرائيلي على أنه لم يكن هو خاسرا، وإنما أراد
هذه الهدنة ويبقي وكأن يده الطولة في هذا الأمر. هذا الأمر ربما يعيدنا إلى بعض السيناريوهات التي تحدثنا فيها في أكثر من مرة. في العام 2006 الخروج الإسرائيلي من لبنان كان بقرار من مجلس الأمن، وخرجت إسرائيل وقالت أنا ألبي قرار مجلس الأمن وأوافق على قرار مجلس الأمن، وبالتالي خرجت وكأنها لا تريد أن تخرج منهزمة. إسرائيل في أكثر من محطة من المحطات أيضا ذهبت في هذا الإطار، حتى في حرب 73 عندما كانت منهزمة هي خرجت ضمن هدنة إنسانية في ذلك الإطار وطلبت هدنة إنسانية وقف لإطلاق النار، خرجت باتفاق وقف إطلاق النار. نعم وقف لإطلاق النار، لكن كان تمهيدا له هدنة إنسانية في ذلك الوقت. أيضا الآن إذا ما تابعنا وركزنا في الأيام القليلة الماضية، الجيش الإسرائيلي بدأ يسحب بمجموعات الألوية ويتحدث عن إعادة انتشار للقوات في عدد من المواقع في قطاع غزة، وكأنه يريد أن يمهد إلى خطوة قد تذهب إليها إسرائيل في السيناريو المجنون كما نقول، أنها قد تتخذ خطوة وقف لهذه الحرب والانسحاب من قطاع غزة من طرف واحد دون أن يكون هناك الذهاب إلى فعلا إلى اتفاقية مباشرة. وهذا الأمر يبقي المجال أمام إسرائيل في قضية أنها تستطيع أن تسدد ضربات مركزة كما تقول هي في المرحلة الثالثة للحرب. من جانب آخر إذا ما صدرت هناك أي مواقف من المحكمة الدولية هي لا تصدر مواقف والحرب في الميدان، وبالتالي وكأن إسرائيل في ذات الوقت تسحب الكثير من الذرائع، وهذا من السيناريوهات التي قد تكون مطروحة وقد يفوت الأمر، وقد تفوت إسرائيل من خلاله الأمر على الفصائل الفلسطينية أنها طيب. لم تنسحب استجابة لاتفاق مباشر أو لضغط مباشر. هذه نقطة كثيرة ما تثار سيد سليمان، فكرة أن يتم توسيع جبهات الحرب، هذه نقطة كثيرة ما تثار حقيقة، وكثيرا ما نسأل فيها أيضا حقيقة أيضا، لأن الكل ربما يجمع على أن نتنياهو يبحث عن توسيع دائرة المواجهات، الكل يجمع على أن ربما لو انتهت حرب غزة الآن سيفتح غدا أو بعد ساعات نتنياهو حربا في الشمال مع لبنان، والكل يقول لنا أن نتنياهو يريد ذلك حتى لا يعود إلى المحاكم ومن ثم يعود إلى بيته ويعني يخرج من السلطة هو وحزبه. إنما هل الأمور بهذه البساطة في إسرائيل؟ يعني هل يقود شخص مصير إسرائيل إلى المجهول إلى التهلكة؟ شخص كنتنياهو؟ هو لم يعد شخصا، هو يعبر عن فكر أيديولوجي موجود في إسرائيل. أنت تتحدث عن قرابة 30-40% من المجتمع الإسرائيلي ذو النزعة اليمينية المتطرفة، وهو يشكل الحاضنة الأساسية لهذا القرار ولهذا الموقف والأحزاب الدينية، ونتائج الانتخابات الأخيرة كانت واضحة جدا كيف أن الغالبية كانت وتشكيل هذه الحكومة كان اليمين المتطرف. هذا من جانب. الجانب الآخر وهو في النظام السياسي الإسرائيلي أن رئيس الوزراء ورئيس الحكومة هو الأكثر حصولا على الصلاحيات في إدارة دفة الأمور والمؤسسات. والنقطة الأخرى في هذا الإطار باعتقادي وهي تتعلق في شخصية بنيامين نتنياهو. شخصية بنيامين نتنياهو لا يوجد له منافس في ذات الكاريزما والقدرة على القيادة والإقناع والقدرة على تحمل الذات بشكل مباشر وإدارة دفة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا هو ما يقدم به نفسه بنيامين نتنياهو عندما قال لهم في أكثر من محطة سواء في هذه الحرب أو سواء فيما يتحلق أو فيما يتعلق في الانتخابات ما قبل هذه الحرب، عندما قال لهم أنا الشخصية الوحيدة المتبقية في إسرائيل التي سأجتاز بها عقدة 80 عاما إلى 100 عام، وبالتالي باعتقادي بنيامين نتنياهو في شخصيته نعم له دور محوري وله دور كبير جدا، لكن في نهاية المطاف أيضا هناك امتداد للفكر اليميني المتطرف الذي يعزز طيب. ويدعم هذه الشخصية. معنا دقيقة تقريبا سيد سليمان، سؤالي الأخير لحضرتك، ما هو مستقبل حماس برأيك؟ مستقبل حماس أنا يعني ربما يعني أكثر شخص وصفته قبل بداية الحرب أو في بداية الحرب أن نهاية حماس ستكون هي ضمن أطروحة سياسية تنخرط ضمن رؤية سياسية للنظام السياسي الفلسطيني، وقد تكون ما الذي تعنيه بنهاية حماس؟ السنوات الأساسية. ما الذي تعنيه ما الذي تقصده بكلمة نهاية حماس؟ عفوا بنهاية الحرب وليست نهاية حماس، في نهاية الحرب ستكون هي ضمن طرح سياسي
ربما تنخرط بشكل أكبر في النظام السياسي الفلسطيني، وربما تكون على مسافات أقرب بشكل أكبر. طيب فهمت. نعم. بشكل أكبر. نعم. بشكل أكبر في السلطة أم بشكل رئيسي؟ بشكل أكبر ربما في الوقت الحالي، وتمهيدا بشكل رئيسي في المستقبل.